بيج رشدي، عندي لك 20 سؤال جاوبني عليهم بشكل سريع. جاهز؟ جاهز. هل تعتبر نفسك مؤثر؟ أوي. هل ظلمت من قبل؟ أوي. من قبل من؟ دي زامي هكا، دي بروش ظلموك. هل سبق لك ونشرت فيديو من فيديوهاتك على مواقع التواصل الاجتماعي وهي فيديو مفبرك؟ أوي. كاميرا خفية؟ كاميرا خفية وي، بس كما كانش هذه العقلية في عند الشعب تاعنا، دونك نسي وندخلوها بالعقل بشوية بشوية بشوية. يعني ما كانش عقلية كاميرا خفية مفبركة؟ نو، عقلية كاميرا كاشي، جو قادر تدير حاجة وتكون جو فيها ريسك، تولي كاين ضرب وكاين منا وكاين منا، دونك نسي وندخلوها بالعقل، مش ضربة واحدة تروح انت تصدم بحاجة ثقيلة. أنت متهم بأنك تصاحب كل من لديه متابعين على الانستغرام فقط، هل هذا صحيح؟ نو. عندي صحابي جو ما هم معروفين، بالك ما عندهمش أصلا انستغرام. يقولوا أنه رشدي يدير الخير ويتصور معه. لا، غلطة. غلطة، وش تقولهم أنت؟ ما ندير الخير بس ما نصورش معه، ندير فيديو معه. ندير فيديو معه؟ نضحك بك، ما نصورش معه. أقرب الناس لك؟ أمي. فريقك الجزائري المفضل؟ جزائر. بقى جزائر بقى، انت باش بزاف بالون، منتخب الوطني. فريقك العالمي المفضل؟ ماشني بزاف بالون. أفضل صانع محتوى جزائري؟ المحي. أفضل مغني راب جزائري؟ مغني راب. مغني راب اسلام 23. أفضل مغني راب في ولايتك؟ اسلام 23. أفضل ممثلة جزائرية في نظرك؟ ما مشني بزاف تلفزيون. أفضل ممثل جزائري؟ كيف كيف. أكثر شيء معطلك في حياتك؟ ما عنديش حاجة معطلتني في حياتي. أكثر موسيقى؟ الحمد لله. اليوتيوب، الانستغرام والتيك توك؟ انستغرام. رسالة لأحد صناع المحتوى في الجزائر، وش تقول له؟ جامي ترو تار، تقدر تبدأ من اليوم مش موضوع. لأحد صناع المحتوى في الجزائر؟ ما تفشلش، نخدم. بعد 5 سنوات وين تشوف روحك؟ فوق. وين؟ الفوق. في التلفزيون، في التمثيل، في أمور بزاف ننشط. أمنيتك في الحياة؟ ننجح. سنك الأمثل للزواج؟ 26. عمرك؟ هذا من باسيوا. انت هاش تقول عمرك؟ بس ما نقولهمش، ما قبلهمش. خلاص تخليها سر. سر ليسونسيال 26 تزوج. هكا ليسونسيال راك تحت ال 26 سي بون. رسالتك لعائلتك؟ نحبكم. رسالتك للأم؟ توحشت الكفوف. اش راح نقول لها؟ راقي على بالي بلي تعبتك شويه في الحياه وكذا، بصح نحبك. وهذا هو، ان شاء الله تكوني راضيه عليا. لو لم تكن صانع محتوى، واش كنت راح تكون؟ لو لم اكن صانع محتوى، راح نكون خدام نورمال. فاش خدام؟ سا ديبون، في كاش قطاع في الدوله ولا. هدفك في الحياه؟ ننجح في حياتي. اكثر صانعة محتوى حاب تمثل معاها؟ صانعة محتوى؟ ما نتبعش بزاف صانعات المحتوى. شكون تبع؟ تبع هكاك اللي انسبيريوني من زيتازيوني ولا من الخارج. احنا ما مش حاجة بزاف. لو اردت تغيير شيء في ميدان صناعة المحتوى، وش تغير؟ وش نغير؟
في ميدان صناعة المحتوى، نحي ذاك البخل واحد ونسي كيفاه لمهم كل مع بعضاهم بحيث انهم يخدموا كل مع بعضاهم ويطلعوا كل مع بعضاهم. كون نقول لك في اي سنة راح يشوف روحه بيك رشدي وصل للمليون، واش تقول لي؟ المليون ان شاء الله قريب، هي مازالت بعيدة شوية بصح ان شاء الله قريب. اي سنة ممكن من وراء عام 2022 ممكن ان شاء الله. من كل توفيق ان شاء الله. بيك رشدي شكرا لك، شرفتني بحضورك. شرف لي. نخلي لك الكلمة الأخيرة، تفضل. تبعونا تبعونا كاين جديد. سي بون سي بون. شكرا بيك رشدي. ميرسي، ربي يحفظك.